بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بالكتاب الأول من كتب الفقه. تعال نفهم نبرين إبار نبرة في كتب. نبدأ بكتاب الطهارة. كيش نبري إي باسرتيس. الطهارة تنقسم إلى قسمين. باسرتيا نداهت بدو بيس. طهارة باطن. باسرتيا يانس برنسمن. وطهارة ظاهر. ذي باسرتيا يانس ياشن. أيهما أهم؟ تيلاش ميرن سيشمن. طهارة الباطن. إيش باسرمي يانس برنسمن. وهي الطهارة من الشرك. ذي باستروش ذي شيروش ناشيكو. ولا قبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بطهارة الباطن وهو الإخلاص الإسلام. الله مذروع نبرانو ناسيب بون ويدم سي كنيريو ويكا تباسر كشفتوار نا شيركو كباسروار آن برنس ودتي. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين. أطهير باسرتيا نا دو بيس. باطن وظاهر. باسرتيا يانس برنس ودانس ياشن. والأهم هي طهارة الباطن. دمير نسيش ميوش باسرتيا يانس برنسمن. أما طهارة الظاهر. درس باسرتيا إيه ياشمن. فتنقسم إلى قسمين. ظاهر دو بيس. طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة من النجاسة. باسرمي نغا دو ياشيديت بلا دبولا ذي باسرمي نغا بيسلجت. طهارة من الحدث حدث أكبر ارتفع بالاغتسال وحدث أصغر ارتفع بالوضوء. Dhe pastrimi i madh është pastrimi nga pasi del sperma që pastrohet duke u larë. Nërsa i vogli për jashtje mjafton pra të pastrohet dhe ikën me abdes. Na, wa tahara min an-najasa. Dhe pastrimi nga papastërtia dhe pislloqet të tahar min an-najasa thalathat ashya. Nga pislloqet pastrojmë tre gjëra. Al-badan, trupin. والثوب روبل والمكان ذا بيندين تسيرين فارع مرة أخرى بيبرسريت الطهارة تنقسم إلى قسمين باسرتيا نداهت ودو بيس باطن من الشرك باسرم يانس برنسمي ناشيكو وظاهر قسمين ذا يانس ياشمي كيش دو بيس دو بيس حدث أكبر بالاغتسال وأصغر بالوضوء كيش جو بلوكو كي يقن نبرميت لاريا ستروفي ذا يقن ناشيتين كي يقن نبرميت عبدسيت وطهارة طهارة من النجاسات. ذي باسرمي نجا باباسرتي ذي بيسلجه. للبدن. تباسروه تروبي. والمكان. فيندي. والثوب. ذي روبا. نعم. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. أوريجينال شي باسرتيا بيد ماوي. وهو الأصل الأساس. كيوش أوريجينال. فإن لم نقدر على استعمال الماء. نسلوكي من منسيد بردوري موين. أو فقد الماء. وسنوك جيم قوي نعدل إلى التراب. أتهير ماري تيمو من ذا. إذا عندنا الطهارة بالماء هو الأصل. أتهير أورجينا أش باسرتيا مي باسرمي مي قوي. والطهارة بالتراب هو الفرع. ذا باسرمي من ذا فين مو باس كونو كيمي قوي. التيمم مثلا. تيمومي. نعم. الماء ينقسم إلى قسمين. قوي دايت دو بيس. طهور ونجس. إي باسر إي بيست. الماء الطهور ما هو؟ سيريش لوي باسر. هو الماء الباقي على خلقته. دوش لوي دوش لوي متسيري يتسيري كدرون هو أوريجين نبات. الماء الباقي على خلقته مثاله مياه ال ال الأمطار. سوي شيوط. والعيون والآبار. إيه بولي نبات. نعم. فهذا الماء الباقي على خلقته فهو طهور. لوي دوش لوي أوريجين نبات. أيش لوي باسر؟ إذا تغير. نسل جيشون هذا الماء تغيرت أحد أوصاف الثلاثة مين أكتري سيلسيب بطعم من جيشون شيا أو رائحة أوسي إيرا أو لون أوسي جيرا نعم لكن بنجاسة تؤثر فيه غيرت هذا الماء من يشكات البيس جو كارديفوار تكيوي لكن إذا لم يتغير فهو باق جو سنوكان جيشوار أوريجيناتي أي جندرون نوريجينة بيت فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة ينتقل إلى النجاسة. نسأل دشون يعني ترى ترسي لسي أتهير عايش درويت نوي تبيست. والماء النجس يشتلم. ذي وي نبيست نوكي بردوري. مرة أخرى. كوبرسليتي. الماء قلنا الطهارة تكون بالماء وهو الأصل. باسرتيا باسريمي بيت موي. ذي كيوش أوريجينا. ويكون بالتراب وهو الفرع.
dhe bëhet edhe me dhe dhe kjo është degzim. Walma janqasim ila qismayn. Uji thamë ndahet në dy pjesë. Tahur wa najis. I pasër dhe i pistë. Fal asl fil ma' at-tahar. Origjina është uji është i pasër. Idha taghayyarat ahad awsaf al-ma' ath-thalatha, nëse ndryshon një nga tre cilësitë, ينتقل الى نجس نتبيس والماء النجس لابد يشترط ذي هو النبيس نوك يبردوري بتبصروار نعم ايضا يذكر الفقهاء في كتاب الطهارة الوضوء جدا شو الفقهاء برمندي من ليبرات الباسرتيس ابدسين والتيمم تيموم والاغتسال لا ريتروبيت والمسح على الخفين مسحين بي خفت والمسح على الجبيرة مسحين بي جرب الجبيرة التي كسر اي نعم جبس بفاشر نعم بفاشر نعم والمسح على العمامة مسح بي امام وخمر النساء ذي روبس مدوسين شامين شامين دغراب نعم ايضا يذكر الآنية في كتاب الطهارة الاواني تكليبري اي باسرتيس فوقهات برمندين إذا تشيشين إنبه. نعم. لماذا؟ لأن الماء جوهر سيال يسيل لابد يوضع في آنية. سأقول يشتريه سند دوا تبندوس عند برين. فالأصل في الآنية الطهارة والحل. ذي أوريجين عش إنت يعني تباصر تا تبي ورا. نعم. إلا آنية الذهب والفضة تشتنى. مبرشتين تإنبه تبتوريري ذي أرجنديت. نعم. ويذكر أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب آداب قضاء الحاجة. ديتار التوبر مدين إذا دكاتا مكريرس نبويس. نعم. وكذلك يعني يذكر السنن الفطر. جدا التوبر مدين إذا سنت فطرتيت. حلق. كيشت. العانة. يعني الشعر الذي ينبت حول القبر. كيشت إيشا إيشيلو إيشيات تكورغان. لابد من حلقه. هذا دول توت روح ولا يترك أكثر من 40 يوم. تموس ديم تبرس دوسة. وكذلك نتف الإبط. جدا شو إذا هيجا كيلو كيان من سيتو. وقص الشارب. شكوتي من مساجبة. وإعفاء اللحى. لشين يميكرس. والختان. سيرت لكو. نعم. وغير هذا. كثيرة. يذكر أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الطهارة يذكر الحيض. ابن باسرتيس فقهاء برمندي إذا مسواسيونت. والاستحاضة اللونين والنفاس ما يكون بعد الحمل بعد وضع الحمل مثل سورة اللونين إذا استحاضة نعم كيش تشكا كيش أصل سورة أصل اللونين فهذا هذا نعم هذا محتوى كتاب الطهارة تقريبا كيش بقى شون ديبي كيش ديبي باسرتيس نعم توبر بان مهم جدا أن نعرف الوضوء رسيش بعيش كده مصيم سيد جدود أبديسيد صفة الوضوء فورمون أبديسيد ينوي بقلبه سبارة يبون نيت مزمنتي يسمي يقول بسم الله بسم الله يغسل الكفين استحبابا دو شبرتيوش من تلاي دو دوار دو شبلاغا ديرتك يأخذ حافنا من ماء بيد اليمنى تمر وي ما دور نديار يتمضمض ذي شبلان قوير يستنشق يدخل الماء في منخاره ذا فوت هذا هو تك دو فريمات أوندس ثم يدير الماء في فيه ويمج الماء من فيه ويستنثر بيده اليسرى ذاش فريم هوندن مدورن إمات يغسل الوجه منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن لشحمة الأذن مباس لان في تيرن نغا كفلون نغا فليمي إكروبي ديرين بوشت ميغرس مع صورة دير تك بيشت مع مسترسل من اللحية نعم فوت هذا كيسين للميكر ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين اليمنى ثم اليسرى دور الدياث بيخور نغا ما هذا كيسين داري نا تكبريلي بيخور من الدياث بسايت مايتا ثم يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى بسايت يب مس كوكس دوكي فرقورة بدوارة العقولة نغا فليمي إفلوكبي دير نفونت كوكس داري ثير سريش دوكي مروه اتيكو فيلوي ويدخل سباحتين في صماخي اذنين دوكي شترغوس ايفندوس نبريمات اي ايفشبه ويمسح بالابهام ظاهرهما ذا بكيش نما فركون ان ياشمت ايفشبه ثم يغسل الرجل اليمنى فسر لكم الماء الديات مع الكعبين باش مي ثم اليسرى مع الكعبين فسر لكم الماء باش مي نيكم
التيمم pasai përmendin të jemumin janë me qalbi sipari bën jetë me zemrën e tij yusmi yaqul bismillah thot bismillah thumma yadhrib bi batn al kaffayn ala al ard me anën e brendshme të duarve dheun turab na dheun tin baltën ramel rërën hasa sakhr gura të lëmit xhavor dharba wahida një herë të vetme thumma yamsahu al wajh pastaj fshin me të madh duart fytyrën thumma dhahir al kaff al yumna anën e jashtme të dorës së djathtë thumma dhahir al kaff al yusra pastaj anën e jashtme të dorës së majt al ihtisam tani vin tek larja e trupit janë me qalbi e bën jetë me zemrën e tij yusammi thot bismillah يعمم جميع البدن بالماء ذا بشكل وين تجيس تروبين تي وما تحت الشعور الخفيف والكثيف يعني تحقق من وصول الماء الى جميع البدن ذا بكودسن تي بشكل وين تجيس تروبين تي دوكي موسنا اسني بيس تروبين مع المضمضه والاستنشاق والاستنثار دوكي شبلار ادي غوي دوكي شفير ادي هوندت فهذا الاغتسال مجزل اغتسل هذا الاغتسال يخرج يصلي نسى اي مير توي غسلي اي دي باس داريس ذا قالت نعم الله اعلم نكتفي بهذا المقدار الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم